فعلا انا ده تاني تعاون ليا مع بي اي ام ليبيا، وانا عارف ان في ناس كتير دخلوا الكورس النهارده او دخلوا الكورس بشكل عام يعني من خلال متابعتي. فانا حابب بس اشير الى الجهه المنظمه لهذه الدوره. البي اي ام طبعا هو مستر احمد ممكن يكون افضل مهندس احمد في ان هو يتكلم عن بي اي ام ليبيا، هو معانا دلوقتي وادي له مجال في كده في اي وقت هو يحبه. بس انا هقول بشكل مختصر ان هي مبادره جميله جدا من شباب المهندسين في مصر، وبداوا بمجال البي اي ام فقط، وبعد كده لقيت المجال بقى هايبرد معاهم ودخلوا في كل المجالات الهندسيه بهدف ان هم يعملوا نولج ترانسفير، نقل معرفه. وفعلا احنا كنا محتاجين حاجه زي كده، كنا محتاجين ان يكون عندنا يعني منصه غير هادفه للربح او حتى ما بتربحش اصلا. ان كلمه غير هادفه للربح دي اصبحت كلمه يعني كلمه مفتكسه كده، وصراحه بقت يعني غير واقعيه. بيقول لك غير هادفه للربح، في الاخر تفاجأ برسوم دورات ورسوم مش عارف اختبارات ورسوم ايه بارقام غريبه يعني، وهو في النهايه يقول لك غير هدفها الربح. طيب لكن بي اي ام اريبيا لا تتقاضى اصلا مقابل او اجر في حضور الدورات، فبالتالي مش محتاجين ان هم يقولوا ان هم غير هدفها الربح او ما الى ذلك. هم بيعملوا بروتوكولات مع جهات اعتماد مختلفه زي فونكس اكاديمي، زي نقابه المهندسين المصريه، وان شاء الله قريب الهيئه السعوديه للمهندسين، و هيكون في القريب العاجل كمان هيئات إماراتية أخرى حسب ما هو جاري التحضير وجاري يعني التواصل مع هذه الجهة. وده بيدي ريلابيليتي أو قوة واعتمادية للشهادة الصادرة عن بي اي ام اريبيا. أنا طبعا زي ما قلت هو ده تاني تعاون ليا مع بي اي ام اريبيا، تاني تعاون ليا معاهم، وده شيء يعني يسعدني جدا خلال سنة واحدة إن احنا تعاوننا في دورتين. أنا للعلم طبعا أنا ماشي بمبدأ كده خاص فيا أنا، من أول ما بدأت في مجال التدريب وأتمنى اني اكمل فيه يعني قد ما اقدر. المبدا ده هو اني لا اتقاضى من اي افراد اي مقابل مادي على الدورات او التدريب اللي انا بشتغل فيه. يعني ايه لا تتقاضى؟ يعني انت شغال كده ببلاش خالص؟ لا، انا الحمد لله بيدخل لي من التدريب دخل مادي محترم جدا، انا بالنسبه لي يعني ساتسفايد وفرحان بيه وحاسس ان هو كده مش هتقدر كده تاني. بس ده بيكون من خلال الشركات القطاع الخاص او الجهات الحكوميه او الاكاديميات الربحيه، تمام، اللي هي اوريدي بتتعاقد معايا. لكن انا لما يعني هم برضو بيتعاقدوا مع شركات وريفر يعني، بس انا ما بتعاملش مع افراد في اني احصل منهم دخل مادي او احصل منهم انكم او رسوم او فيز مقابل ان هو يحضر معايا برنامج تدريبي. وبيحصل ويمكن بعض منكم حاضر معايا كان في تواصل مسبق ان هم محتاجين يروحوا دوره هوشه وطالبين اني ارشح لهم معهد او مدرب يشتغلوا معاه. وقتها قلت لهم يا جماعه مفيش داعي انك انت تروح تدفع فلوس في دوره اوشا. الاوشا دي برنسبلز فاندمنتالز اوف سيفتي، الحاجات الاساسيه المفترض ان اي حد يعرفها طالما ان هو شغال في مجال الصناعات المختلفه او شغال في مجال الانشاءات او انفراستراكشر او اي مجال له علاقه بالهازاردز والريسك. فاعتمد على نفسك بالتعليم الذاتي، ادخل على اليوتيوب، قناتي انا كمحمود على اليوتيوب موجوده، قناه بي اي ام موجوده، قنوات زملاء كتير افضل مني واكثر علما موجوده. تابع اي من هذه القنوات، حاول تعتمد على نفسك في انك تجمع العلم. الائمه الكرام اللي جمعوا الحديث الشريف كانت حياتهم كلها ما بين بغداد ودمشق والقاهره والمدينه المنوره، في يقول لك يؤخذ العلم بشد الرحال. فانت مش عايز مش تشد الرحال، انت مش عايز تحرك صوابعك على الكيبورد بكام كلمه مفتاحيه في البحث عشان تجمع الداتا اللي انت محتاجها. بتحاول تمشي الموضوع كله كيو اند اي، كويشن اند انسر، يعني تكلم محمود على الخاص، اساله سؤال محمود يديك الاجابه. خلي توجيهك الاسئله المباشره لاحد ما هو اخر هذه الخيارات. لانك لو اعتمدت على البحث الذاتي وانك تدور على المعلومه وتطلعها من الكتب وتطلعها من المواقع المختلفه، طبعا كتب بي دي اف يعني، تمام، وتطلعها من كذا وكذا وكذا وتستخرجها بنفسك هتحافظ عليها جدا مش تنساها تاني. لكن لما تبقى الموضوع بالنسبه لك سواء كان الاوشا ولا السيفتي ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها هو كيو اند اي يعني كويشن اند انسر، هتبقى عامل زي بتوع التيك توك اللي هو ثلاث اربع كلمات يا دوب تسمعهم وتلاقي نفسك مليت من المقطع وقت المقطع اللي بعده. هتحول معاك النولج الى كده. مجال السيفتي بالنسبه لي انا مجال كريتيكال. انا على فكره مش بشتغل بس سيفتي، بشتغل في المينتنس في ريليبيليتي وفي البيزنس ديفلوبمنت والكواليتي امبروفمنت واكتر من حاجه. لكن مجال السيفتي في الشهاده ببقى اوير جدا ويعني مركز جدا ان مش اي حد ياخد شهاده مكتوب عليها اسمي انا في السيفتي وهو مش فاهم سيفتي. عشان كده بشترط دايما على اي حد بشتغل معاه في التدريب ان يكون في اختبار في نهايه الدوره.
ولو مش هيجتاز الاختبار ده حتى لو حضر 100%، لا اسف. هتقولي طب ما يدوله شهاده حضور ان هو حضر، اقول لك لو احنا بنشتغل كلاس روم يعني في قاعه وشايفين بعض انا موافق، هديله شهاده حضور. لكن البلندد او الاونلاين او اللي هو عن بعد يعني انا مش شايفه، ومش معنى ان هو عمل ساين ان او ملا ابلكيشن او ملا يعني استماره او ملا جوجل لينك خلاص كده بقى هو يعني، لانه لو معاه الشهاده دي وراح مكان واشتغل حس الشهاده دي ان هو حد فاهم سيفتي وهو مش فاهم حاجه في اي حاجه، وتسبب في حادث اللي هو المسؤول عن حمايه المكان من الحوادث، هو تسبب في حادث نتيجه لجهله نتيجه لان هو مش فاهم حاجه فعلا، انا ساعتها هتحمل معاه الوزر ان انا اديته شهاده ان هو حد فاهم سيفتي. فللاسف طبعا انا عارف ان في يعني ناس ربنا يهديهم في مجال التدريب في مجال السلامه، السلامه تحديدا اللي بتطلب فيها شهادات دايما يعني يبيع لك شهاده يقول لك بص اربع شهادات، او لا يا ريت اربعه، بيقول لك 12 شهاده واربع قرنيهات واعتماد ختم النصف ب 4250 جنيه، يوجد امكانيه توثيق خارجيه برسوم اضافيه، ده بيبيع شهادات. اوكي اتس لوجيك. ان شاء الله باذن الله هذه هي المحاضره الكام؟ الرابعه او اليوم الرابع بمعنى الدقه، لان دي المحاضره السادسه. اليوم الرابع ومعانا اليوم الخامس والاخير هيكون الجمعه اللي جايه. يوم الاحد الجمعه اللي جايه هنتكلم فيها طبعا عن الفاير بروتكشن والاكستنجوشرز اللي هي الطفايات يعني، والانظمه الاطفاء المختلفه، ويعني ايه حريق، وازاي نفرق بين انواع المواد المشتعله، وهتكون يعني لا تقل اهميه عن محاضره اليوم اللي هي برضو مهمه جدا. يوم الاحد هيكون اختبار في نفس موعد المحاضره، اختبار عن طريق برضو جوجل فورم في وقت محدد سلفا لاجتياز الاختبار، لازم تجيب 70%، يعني لازم تكون درجتك 70% علشان تاخد شهاده حضور او اجتياز دوره الاوشن. نكون متفقين على ذلك. اوكي محاضره اليوم زي ما انا قلت ان هي محاضره مهمه في غايه الاهميه، هي المحاضره الاخيره اللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله، ان هنتكلم فيها عن الهازارد كوميونيكيشن. اوكي دي الدوره التدريبيه الخاصه بالاوشا، الاوشا او تريتش تريننج اللي هي النهارده المحاضره السادسه منها في اليوم الرابع خمس ايام اللي هنتكلم فيها عن الهازارد كوميونيكيشن. الهازارد اللي هو ريليتد بالكيميكال يا جماعه، فالناس بتوع الكيمياء زي ما انا كنت قلت في محاضره الالكتريكال سيفتي مهندسين الكهرباء، هقول النهارده الناس بتوع الكيمياء الكيميائيين والصيادله ومهندسين الكيميائيين برضو خريجين هندسه كيميائيه وغيرهم، بالله يعني يخفوا عليا شويه وما يطلعونيش مش فاهم بقى وكل شويه يعدلوا عليا، انا جاي في منطقتهم فيتحملوني لحد الاخر. النهارده هنتكلم عن توصيل المعلومات عن المواد الكيميائيه الخطره. دايما بسال في المحاضره سؤال ثابت كده عندي فيه فيكسد كوتشن بقوله، هي ايه اخطر حاجه في المواد الكيميائيه؟ واحد يقول ان هي ممكن تسبب اختناق، واحد يقول انها ممكن تسبب حريق، واحد يقول انها ممكن لا، بس في النهايه البوتنشال بتاع الهازارد نفسه بتاع الكيميكال هازارد، البوتنشال عندي جاي منين؟ جاي من الان اويرنس او من ابسنس اوف نوليدج، يعني بالعربي ايه؟ يعني غياب المعرفه عن محتوى هذه المواد، او عن عدم الدرايه وعدم الوعي بخطوره هذه المواد. ده السورس اللي بيتفرع منه الاشياء اللي انت عارفها زي خطر الاستنشاق، خطر الحريق، خطر كذا 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 كذا. لو تم تداول هذه المواد والتعامل معها وفقا للكود وفقا للستاندرد لن يحدث حريق. المواد الكيميائيه ليست على خط واحد من حيث الخطوره. احنا هنا هنقسم المخاطر المتعلقه بمواد الكيميائيه في محاضره النهارده، هي طبعا مخاطر كتير لكن هعمل لها شورت كاتيجوري او شورت ليست في ثلاث مناطق، ثلاث حاجات كده، نقسم كل المخاطر بتاعت المواد الكيميائيه دي كلها في ثلاث مناطق. اقترحوا عليا كده الثلاث مناطق دي عشان اشوف دماغي ودماغكم ماشيه مع الكود والستاندرد ولا لا. طبعا عيالي دول اللي انا ضربتهم في كوادر ما شاء الله عليهم، يعني جابوها على طول اهو. على اونا على ايه على تري، محدش عارفها. الثلاث مناطق بتوعنا فين يا بتوع كوادر؟ ها مخاطر الصحيه واحده منهم، مخاطر متعلقه بصحه الانسان كده. المنطقه الثانيه طيب، والمنطقه الثالثه حد هيقول فيهم حاجه؟ شير. احنا قلنا في مخاطر صحيه دي كاتيجوري نمبر 1،
عايز منكم كاتيجوري نمبر 2 ونمبر 3. انا هلخص كده كل المخاطر المختلفه تمام في الثلاث حاجات دول، الثلاث مناطق دي. الراجل اليمني بتاع المحاضره اللي فاتت النهارده شكله ما جاش كده، كان بصراحه دايما ناشط ايده على الكيبورد على طول. طيب الخانتين التانيين هيكونوا هما مخاطر الحريق ومخاطر التفاعل او التفاعليه بشكل عام. ليه؟ لان انت خلاص المخاطر الصحيه دي مش محتاج اتكلم معاك كتير فيها، لانك انت بالفعل يعني كحد واعي مدرك فانت اكيد متخيل يعني ايه مخاطر الصحه، متخيل يعني ايه استنشاق مواد كيميائيه او بلعها او ملامستها، اكيد فاهم ده. لكن عندك خانتين تانيين اللي هي المخاطر التفاعل، ودي بقى هي اللي فيها الكلام. دي دايما كده لما بنحب يعني احنا كاخصائيين سلامه او باحثين في مجال السلامه او مهندسين سلامه نحب نفهم الموضوع ده، بنجلس نقعد كده زي التلامذه ونجيب الجماعه بتوع الكيمياء ونديهم ميكروفون ونقول لهم ايه اتكلموا عشان نسجل وراكم، لان هم الفاهمين اكثر فيما يتعلق بالتفاعليه، وناخد كده المختصر من كلامهم ونفهم منه مدى خطوره كل ماده على الحده. يبقى عندي كده الخانه الثانيه والكاتيجوري الثانيه هي التفاعليه، اي تفاعل هذه الماده مع مواد اخرى او مع الهواء او مع الميه، والهواء موجود حواليها، ده الميديم، ده المحيط اللي بيها هو الهواء، اما الميه فاسهل ما يكون شويه مطر ولا ميه من تنظيف ولا غسيل ولا كده هتيجي الميه، فتفاعلها مع الميه والهواء مهم جدا ولا مش مهم؟ اوكي، ده حتى عبد الحليم حافظ مش عارف المفروض اطرش كان غنى لهم الميه والهواء. اوكي، فانت تكون فاهم تفاعلهم. فأنا النهارده لازم اكون فاهم درجه الخطوره درجه يعني رانك يعني ليفل، درجه الخطوره المتعلقه بهذه المواد من ناحيه زاويه الصحه، مخاطرها عليا انا كانسان، على حواس الانسان، على اعضاء الانسان البشريه. الناحيه الثانيه خطورتها على تفاعلها مع المواد الأخرى في الظروف المعتادة اللي هي الظروف الجوية المعروفة، يعني درجة حرارة الغرفة كذا 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 تمام. الشيء الثالث هو مدى أو درجة اشتعالها، هل كل المواد يا جماعة المشتعل أو القابلة للاشتعال تشتعل على نفس الدرجة، ولا في مواد عندك ملتهبة، مواد عندك منفجرة، أوكي، ومواد عندك كذا وكذا وكذا. فاذا في تفاوت في الدرجات، بقدر هذا التفاوت انا بعطي الرانك. لما بيكون ما فيش خطوره ادي لها رقم كام؟ ما فيش خطوره صفر، وتزيد معاك بعد كده من 1 2 3 4. خلينا نشوف اول حاجه، ده بس كان كمقدمه عن انا ليه محتاج اوصل معلومات عن المواد الكيميائيه الخطر، لان اصلا في النهايه اول خط دفاعي التعامل مع هذه المواد هو ايه؟ الهازارد كوميونيكيشن، معرفتي انا، درايتي انا بنوع الخطوره والتعامل معها. انا محتاج انا لو انا ماسك السلامه او بدير السلامه او بشرف او وات ايفر بهندل السلامه في شركه ما، في حال وجود مواد كيميائيه ضمن، وهذا طبعا الاغلب يعني ضمن محتويات الشركه، محتاج ان اعمل برنامج كامل لاداره هذه المواد الكيميائيه. زي ايه؟ نشوف كده خطوات او يعني وضعية البرامج، لكن قلنا ان احنا في كل محاضره لما بنتكلم عن كود نشيل الرقم هذا الكود، والموضوع ده مذكور في كل من كود الصناعات العامه وكود الانشاءات. اتفقنا ان كود الصناعات العامه دايما بيكون رقمه ثابت 1910، والانشاءات رقمه ثابت 1926، وال 29 سي اف ار دي ثابته في اي حاجه متعلقه بالاوشا، لان هي اختصار للترتيب للاوشا وسط القوانين الفيدرالية الامريكيه اللي هم اصلا 50 قانون، احنا رقمنا 29 بس انا عشان قلتها قبل كده بقولها بسرعه دلوقتي. سي اف ار اللي هي كود فيدرال ريجوليشن اللي ما سمعهاش قبل كده، وال 1910 و26 دي اللي هي السيريال بتاع الصناعات العامه او الانشاءات. رقم البند بتاعنا في الكود اللي هو عن توصيل المعلومات عن مواد الكيمياء الخطره 1200 في الصناعات العامه و59 في الانشاءات. طب احنا ليه محتاجين ان الاوشا، طبعا احنا اتفقنا ان الاوشا دي في امريكا هناك هي مرجع
علمي وقانوني وتنفيذي، وهم هناك لما بيتكلموا عن السلامة لازم أوشا خلاص، ما حدش، هي أوشا هتقول لنا إيه المطلوب. فالغرض الأساسي من هذه المواصفات اللي هي تعريف المواد الكيميائية الخطرة، إني بحدد مخاطر المواد الكيميائية المتواجدة والموجودة في المنشأة، أعرف جميع العاملين اللي بيتعاملوا بهذه المواد بمخاطرها المختلفة، شرح طرق مناولة والتعامل مع هذه المواد بأمان، ضرورة إعداد برنامج شامل لتوصيل المعلومات عن مواد كيمياء الخطر. ده الغرض اللي أنت كأخصائي سلامة بتدرس فيه هذا الموضوع. طب أنا لو عايز أعمل برنامج، هذا البرنامج مكون من مجموعة عناصر، العناصر بتاعتي هي رقم واحد كشف يحتوي على جميع المواد الكيميائية الخطر المنشأة. هل تعلم، طبعا احنا شاهدنا منذ يوم او يومين سقوط ايه في لبنان اللي سقط، اللي متابع حوادث السلامة وعارف اللي صاير من حوله، ايش اللي وقع في بيروت تاني، حد متابع؟ ها، صوامع الغلال، واللي هي اصلا غير مستخدمه من يوم الحادث بتاع مرفأ بيروت، هي بالاساس اصلا غير مستخدمه، تمام، ولكن حصل انهيار لصوامع الغلال في منطقه المرفأ اللي هي لم تنفجر او لم يصل الى انفجار وقتها، لان هي من حوائط معينه يعني وكده، فموجوده ولكن انهارت، انهارت من يوم. ليه انهارت؟ لان في تطاير للمواد الكيميائيه وقت الانفجار، ودخل هذا التطاير الى داخل هذه الصوامع، مع مرور الوقت عمل إذابة في الفاندمنتالز، يعني كراكس في الفاندمنتالز بتاعت الصوامع، والكراكس عمال يزيد يوم في يوم في يوم في يوم، حتى هم كانوا متنبئين بهذا الانهيار وعاملين حسابهم، عاملين تقريبا إخلاء جزء للمنطقة اللي فيها الموضوع ده بالكامل. طيب ده رجعنا بالذاكرة إلى الحادث في ذاته، حادث ميناء بيروت، مرفأ بيروت. بعد التحقيق وهلم مجرة، وحنينا بالمذكور رسميا، مش هنتكلم على اي رواية بخلاف الرواية الرسمية والرواية المتفق عليها والمعلنة اعلاميا، بان كان في تخزين للامونيا بكميات كبيرة داخل هذا الميناء في ظروف غير مواتية وظروف غير مناسبة لهذا التخزين، وانه حينما تم التحقيق مع مدير السلامة ومدير الميناء اللي هم بالصدفة ما كانوش موجودين أثناء الحادث، قالوا إن إحنا ما عندناش علم، ما كناش نعرف إن في تواجد للأمونيا داخل الميناء. طب من متى موجودة الأمونيا؟ موجودة من قبل تكليفي أنا كمدير ميناء بالعمل وتكليف مدير السلامة بالعمل، وحينما استلمنا لم نكن نعلم ما هو داخل هذا. ده اعتراف اصلا من الناحيه المهنيه يكفي الاقاله، انك ما ينفعش تكون مسؤول سلامه من غير ما تعمل انسبكشن ستورز لكل حاجه وتشوفها فيزيكالي، تتعرف عليها وتطلب الدوكومنتس الخاصه بهذه المواد. ان مسؤول السلامه اقل موظف بيقعد في مكتبه قاعده، مسؤول السلامة شغله ميداني، مش قاعد يراجع في الدفاتر وخلاص، لا، شغلك لازم تشتغل انسبكشن. فبالتالي انت ما تعرفش ايه اللي عندك في الموقع بتاعك، ما تعرفش ايه اللي عندك في المستودعات بتاعتك، وانت مسؤول سلامة انت لا تصلح للعمل. اذا وجود كشف يحتوي على جميع المواد الكيميائية هو مانداتوري، شيء الزامي، ضرورة وجود ملصقات التحذير اللي هي الورنينج ليبل اللي هنتكلم عنها بعد شوية، وكمان محتاج توفر الام اس اس اللي اصبحوا يعني كنوع من اختصار يشيلوا منها كلمه ماتيريال، لان هي اكيد ماتيريال يعني، فيشيلوا منها كلمه ماتيريال ويسموها سيفتي داتا شيت ويختصروها ب اس دي اس. رابع حاجه التدريب، برنامج تدريبي للعاملين بمختلفهم، مختلف درجاتهم الوظيفيه. هذا البرنامج يشمل الهاوس كيبنج، عمال النظافه، ومهم جدا انه يشمل الهاوس كيبنج. إعلام جميع المقاولين اللي هيستدعوا للعمل داخل المنشأة، وبعتبر المقاولين هنا هم زوار، أنا بتعامل مع المقاولين هنا إن هم زوار،
هبدأ واحدة واحدة، بدأ من إعداد كشف المواد الكيميائية الخضراء. أنت أصنف المادة الكيميائية أنها خطرة، أنا قلت هعمل كشف مواد الخطر. طب أمتى أقول عليها إن هي خطرة؟ في حالات معينة أقول على هذه المواد إن هي خطرة؟ آه، مثبت أن لها مخاطر صحية أو فيزيائية أو كلاهما، مثبت ذلك، أو مدرجة ضمن الجدول اللي الأوشا حطاه من الجداول المرفقة في هذه المواصفة، عاملة جدول كده استرشادي وحاطة فيه قائمة بهذه المواد. اللي جيت اسم المادة دي موجود فيها ما تدورش، ما تقعدش تثبت ليه، هو موجود خلاص، ارجع للسب بارت زد ضمن السب بارت تحت الأوشا. لو دخلت على جوجل وكتبت 29 سي اف ار 1910 سب بارت زد هيطلع لك الجدول ده، مواد كتيرة جدا مصنفة انها مواد خطرة وفقا لتصنيف الأوشا. او ان يكون ليها جرعه مقرره، الجرعه المقرره دي بتسمى بالتي ال في، اتكلمنا عنها في المحاضره الخاصه بالصحه المهنيه، قلنا يعني ايه تي ال في. ابدا معاكم البرنامج بالحديث عن ملصقات التحذير على الحاويات او الكونتينر ليبل. يعني ايه حاويات؟ ما تفهمش ان حاويات دي مقصود فيها الحاويات الكبيره اللي بتكون على السفن وعلى الناقلات وعلى السيارات الكبيره، لا لا لا، اقصد هنا بكلمه حاويات او كونتينر كل ما يحتوي على شيء، كل ما يحتوي على شيء هو حاوية. يعني ما تفهمش ان كلمة حاويات هذه معناها اشياء ضخمة وحاوية، لا، كل ما احتوى على مادة معينة هو حاوية. سميه بوكس، جيركن، سميه درام، سميه جالون، سميه ايا كان ايش المسمى بتاعك في بلدك كمسميات معتادة بالعامية، او ريفر، بالنهاية هو حاوية. هذه الحاوية ممكن تكون مجرد علبة بالضغط بتنزل معقم، صح؟ انتوا في المستشفيات الآن انتوا ماشيين كل يعني كل الكورنرز والجدران مختلفة فيها معقمات كده، تحط ايدك تنزل لك معقم. آه طيب، آه في الاستقبال في اي مكان كده، هل المعقم اللي نازل ده مادة كيميائية ولا مش مادة كيميائية؟ طيب هل يحتاج إلى ملصق تحذيري ولا ما يحتاج؟ الا يحتاج الى ملصق تحذير. عشان كده وفقا الكود بتاع الاوشا اللي احنا بنتكلم عنه النهارده وبندرسه، من المفروض الناس اللي بتشتغل فعلا بما يرضي الله تضع اي من انواع ملصقات التحذير على هذه المعقمات وفقا للتحليل الكيميائي لها، اللي هي عندك 3 مخاطر قلناهم، الصحيه والتفاعليه والحريق، والرابع هتكلم عنه بعد شويه ان هو مش مخاطر، الرابع ده او الكولوم الرابع ده له وقته، يعني خليني بس كده امشي معاكم بالتدريج، تمام؟ فالمفترض دي حاجه المفروض تكون موجوده. اوكي، شكرا يا دكتور. عاد يقوم مصنعي المواد الكيميائيه بوضع تثبيت هذه الملصقات على الحاويات قبل مغادره المصنع. دي معلومه مهمه جدا، لاني انا يعني دايما بتسال السؤال ده وكنت لسه انتم ما سالتونيش. مين اللي او انا مين اللي يديني معلومات اللي انا كاخصائي سلامه مش ضروري اني اكون دارس كيمياء او اني فاهم كيمياء او عارف كيمياء. طيب انا اعرف منين درجه الخطوره بتاعه الحاجات اللي انت عمال تقول فيها دي، الحريق والصحه والتفاعل، اعرفها منين وانا راجل بتاع سلامه وجاي من خلفيه نظريه ادبيه، ما درستش لا جامعة علمية ولا كيمياء ولا فيزياء، أعرف مين الكلام ده. أطمنك إنك ما إنك محتاج إلى خلفية كيميائية، تمام؟ حتى بدون الـ MSGS الملصق هو مسؤولية المصنع المصنع لهذه المواد، ولكن المصنع ده مش هيديلك ملصقات صغيرة تحطها على العبوات اللي هي إيش؟ اللي هي الصغيره، يعني اللي انت بتاخد حاجه كبيره زي المعقمات، المعقم بيجي في درام كبير خالص ويتعبى، بيتخفف ويتعبى في درامات صغيره عشان يتم استخدامه. انت دورك فقط، فقط دورك، هتاخد نفس الملصق التحذيري اللي على العبوه الكبيره او المعتمد من المصنع وتطبع منه ملصقات صغيره بنفس العلامات بنفس كل شيء على العلب الصغيره. شفت الموضوع سهل ازاي؟ سهل جدا.
فما تعجلش نفسك وتفتكر انك محتاج تبحث عن الكيمياء وترجع تراجع منهج اولى ثانوي والكلام ده. لا لا لا، الموضوع بسيط، انت لسه هتاخد طب ما جاتش مواد كيميائيه، ما جاتش معاها هذا خطأ مصنعي، يتم التواصل مع مصنع المصنع لهذه المواد وحثه على ارسال بشكل رسمي باي طريقه رسميه عشان يتحمل مسؤوليته، يرسل ملصق التحذير لهذه المواد الكيميائيه، وانا دوري فقط هو وضع هذا الملصق ونشره على اماكن المختلفه. اوكي، فهذا من اين اتي بالملصقات ولي وكيف لي ان اعرف الملصقات المطلوبه. لا انا ريحتك ودي انت دورك التاكد من وجودها وليس تصميمها، تصميمها بيكون جاي منك. عندي ثلاث انواع من الملصقات، اي واحد منهم هتستخدمه اوكي، اللي يريحك اللي يعجبك تستخدمه. ماشي، عندك ال HMIS ده النوع الاول، ال HMIS، والنوع الثاني ال NFPA، والنوع الثالث ال RTK. دي ثلاث انواع عالميه معتمده في كل دول العالم يتم التعامل بها. اغلب دول اوروبا بتمشي بال HMIS النوع الاول في اوروبا، اما امريكا فامريكا كلها ماشيه بال NFPA. اما الار تي كي فهو المعتمد من الامم المتحده واليونايتد نيشنز. اوكي، والثلاثه شغالين، اللي انت شايفه مناسب امشي بيه. طيب تعال ناخد كل واحده من الثلاثه دول بالتفصيل، ناخد كل واحده من الثلاثه دول بالتفصيل. طبعا كاختصارات يعني، اول واحده اتش ام اي اس جت من ايه؟ هازارد ماتيريال ايدنتيفيكيشن سيستم. شوف جت ازاي؟ هازارد ماتيريال يعني ماده خطيره، ايدنتيفيكيشن يعني التعرف، تتعرف عليه، اي دي تعرف، والاس جاي من سيستم نظام، يعني نظام التعرف على ال NFPA ده اسم الجمعيه المحترمه والمعروفه عالميا بالجمعيه الوطنيه للحمايه من الحريق. لان الاوشا نفسها حينما انشات عام 1970 راحت لل NFPA وقالت لها يا NFPA لو سمحتي اعطيني كل ما يتعلق بالحمايه من الحريق، اخذوه قبي من ال NFPA. الدفاع المدني السعودي لما اقر اللائحه الاوليه للحمايه من الحريق راح لل NFPA وخد منهم كده البرميشن ان هم يعملوا لائحه عربيه باللغه العربيه من الاكواد بتاعتهم، وحطوها ضمن المراجع الموجوده في نهايه اللائحه. اتلغت اللائحه دي وجاء بعد كده الكود السعودي للبناء، خدوا كوبي من ال NFPA اللي هو 801 802 واتحطوا كده كمرجع لما يتعلق بالحمايه من الحريق في المباني الجديده والتي يتم ترميمها. فال NFPA جمعيه كبيره جدا، يعني جمعيه ليها صيت وليها اعتمادات واكواد، قصه كبيره ال NFPA دي، فتكون المفروض عارف اكبر قدر من المعلومات عن ال NFPA. الارتيكي حلوه كده اسمها رايت تو نو، رايت يعني الجيد، جيدة رايت تو انك نو تعرف، رايت تو نو، رايت تو نو. نشوف يا جماعه الملصقات دي اتش ام اي اس هناخده كده جنب ال NFPA مع بعض، ونقول ان الاثنين دول شبه بعض جدا ومفيش اختلاف كبير بينهم. الاختلاف هيكون في اشياء يعني فرعيه وليست رئيسيه. طيب ايش نقاط التشابه؟ ما هي نقاط التشابه؟ عندك على اليمين، على يدك اليمين وانت شايف الشاشه هتشوف ال HMIS، وعلى يدك اليسار وانت شايف الشاشه هتشوف ال NFPA. وايش الفرق بين الاثنين؟ او ايش التشابه عفوا؟ الالوان هي صح؟ الالوان دي هي الالوان دي. طب هل معنى الالوان هو هو؟ تعالوا نشوف معنى الالوان ايه ونشوف هل معنى الالوان هو هو ولا لا. عندك اللون الاحمر ده فلمابيليتي حريق، ولعلمك يعني عالميا متبع في كل الاكواد العالميه بالاشاره الى العلامات او المواد او الادوات التي لها علاقه بالحريق والاطفاء باللون الاحمر. حتى المواسير اللي بتغذي الميه بتاعت الاطفاء هتلاقيها مدهونه باللون الاحمر، الطفايات كلها لونها احمر، مضخات الخاصه بضخ المياه للاطفاء
هتلاقي ان هي كلها مدهونه باللون الاحمر. فده اصطلاح ويعني نقول كده ادراج عالمي بتخصيص اللون الاحمر للحمايه من الحريق. فالمعنى هنا بالاشاره الى مخاطر الحريق باللون الاحمر في تشابه بين الاثنين، الاثنين زي بعض. اللون الحلو الازرق ده انا بحب نفس اللون الازرق، تحبونه؟ طيب اللون الازرق ده اللون المحبب ليا صراحه، يعني هو اوريدي يشير الى الاخطار الصحيه. الى الاخطار الصحيه. هنا او هنا. اللون الاصفر نفس الشيء، اخطار التفاعل. طيب اللون الابيض اللون الأبيض هنا معناه إيه؟ هل نفس المعنى؟ لا، في اختلاف ولا لا؟ في ال HMIS اللي هو المستطيل ده معناها ال Protective Equipment المطلوبة إيه؟ إيه هي مهمات البي بي اي اللي المفروض تلبسها؟ ايش البي بي اي؟ يعني بروتكتيف بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، يعني بالعربي مواد الوقايه والحمايه الشخصيه. بي بي اي مواد الوقايه والحمايه الشخصيه، البي بي اي. فده هنا يشير اليها، ايش هي البي بي اي المطلوبه؟ وطبعا زي ما انت اكيد متخيل معايا انه صعب انه يكتب هنا كتابه او ان هو يحط حتى رموز وصور في المكان الصغير ده. فدايما بيشير الى الفابت، رقم A B C D E وهكذا، والارقام دي تشير الى تفاصيل ترجع عليها جدول كده. تمسك الجدول هعرضه بعد شويه، تشوف الرقم ده، اسف الحرف ده، الحرف ده يمثل ايه من صور المهمات اللي هي يعني المواد الوقايه او اللي هي ادوات الوقايه او whatever اللي المفروض الشخص يلبسها عند التعامل مع هذه الماده الكيميائيه. طيب الابيض اللي هناك في الان اف بي اي معناه ايه؟ الابيض اللي هناك في الان اف بي اي معناه ايه؟ الابيض ده الاخطار الخاصه اللي انت شايف ان هي خطيره، فيجب ان يشار اليها بشكل خاص حتى وان كانت مشموله في الثلاث اخطار اللي فوق. زي مثلا ان هذه الماده ماده مسرطنه والعياذ بالله، ماده مشعه، مادة تتفاعل مع الماء، وقلنا تتفاعل مع الماء هذا مرة شيء خطير جدا. فهذه المخاطر يسمونها المخاطر الخاصة أو السبيشال هازارد، تتحط على شكل صور في المكان ده. تعال نشوف تفاصيل أكتر. تعال نشوف تفاصيل أكتر. طبعا هنا التفاصيل أكتر. هتجد إن على الرغم من اللي أنا قلته من شوية بالتشابه بين الثلاث ألوان دول والثلاث ألوان دول، تتشابه من حيث المعنى ومن حيث العنوان، ولكن في التفاصيل جوه تختلف شويه، يعني اختلاف تفاصيل كده دقيقه كده، يعني زي مثلا ان امتى يقول واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. احنا اتفقنا ان الارقام من واحد الى اثنين ثلاثه اربعه تفيد بدرجه الخطوره، وحينما لا يوجد خطوره اصلا يعني الماده لا تشتعل فده صفر. فين؟ في الاحمر. ماده ملهاش تفاعل مع احد في حالها، مسكينه غلبانه كده، تعمل فيها ما تعمل فيها ما تتفعلش، ملاش رد فعل. تديها لون فتديها رقم صفر. فين؟ في اللون الاصفر. ماده تاكلها تنزل في بطنك عافيه، تديها صفر في اللون الازرق، صح ولا لا؟ عندك المياه الغازيه بتشربها ولا لا؟ عايزين الحق المفروض بدهاش صفر في اللون الازرق، بس خلينا نمشيها نديها صفر وخلاص. لكن في الاكتيفيتي لا، بتتفاعل، فيها تفاعليه لوجود غازات ذائبه فيها. تمام. فده تفاصيل شويه. هتلاقوا هنا على اليسار انا بشاور، مش عارف انا لما بشاور بيظهر ولا لا. نعم، شوف انا بشاور بالقلم كده، ركزوا مع القلم على الشاشة هنا اهو. اما تركم سهم اهو. تمام. ده السهم ده هنا
يشير الى ان انت ممكن تلاقي العلامات دي قدامك. رمز المروحه هي ماده مشعه، او اكس ماده مؤكسده، دبليو عليها شرطه تتفاعل مع الميه، وهتلاقي في علامات تانية من علامات المواد المختلفه. ده الـ HMIS التفصيل، إن هو بيستخدم الألوان لتعريف المخاطر، لأن الألوان مش محتاجة كتابة. إحنا دايماً يا جماعة في مجال السيفتي بنقلل من استخدام اللغة المكتوبة. في مجال السيفتي طبعاً أكيد هيكون في حاجات بلغة مكتوبة، يعني ما هتقدر تلغيها كلها، ولكن إحنا نقلل من استخدام المواد الكتابية في مجال السيفتي. طبعاً ده ما يتعلق بالتوعية، بتكلم عن التوعية وتعريف المخاطر، مو بتكلم عن السجلات أو غيرها. أنا بتكلم على التوعية في مجال المخاطر، بقلل من المواد المكتوبة، وأحاول بقدر الإمكان أستخدم الصور والألوان للتغلب على الاختلاف اللغوي المتوقع في مكان العمل. ممكن أجيلك دول سياح مش من نفس البلد، ما يعرفوا شيء، فلازم ما تعتمدش على إن هم عارفين يقروا. أوكي، فإحنا قلنا في نظام ألوان، وفي اتش ام اي اس هيكون على شكل مستطيل، اللون الأزرق مخاطر صحية، واللون الأحمر الاشتعال، واللون الأصفر تعريف مخاطر التفاعل المختلفة، واللون الأبيض هيكون للتعريف مهمات الوقاية الشخصية المطلوب استعمالها. ده مثال للأسيتون. طبعا إخواتنا البنات يعني فاميليار، أو يعني كثيرين التعامل مع الأسيتون، كثير التعامل مع الأسيتون، صح؟ يحتاجونه كثير. فال الهازارد ريتنج عندك بيبدأ معاك من صفر، ما فيش خطورة في الأسيتون في ناحية التفاعل. التفاعل أهو ما فيش خطورة. يشتعل ولا ما يشتعل الأسيتون؟ يشتعل بقوة لأنه خد ثلاثة. أخذ ثلاثة. مخاطر الصحية في مخاطر ولكنها طفيفة، قد تكون زي ما قلنا الحساسية أو الأشياء اللي زي كده، فدي واحد. أو البلع، يعني هو هيبلعه. مين اللي هيخلي، مين اللي هيبلع الأسيتون ده؟ ده بالعكس، ده أحيانا في ناس بتستخدمه في الخمور يعني. اوكي الاسيتون، اوكي ان هو يكون واحد، فده تصنيف مثلا من خاطر الاسيتون بالتحديد. البروتكتيف ايكومنت هنا زي ما قلت بديها رمز هجائي، حرف هجائي، ده حرف السي، اي بي سي، ده حرف السي. وتقدر ترجع لجدول معين، الجدول ده بيوريك قدام كل حرف ايه هي مهمات الوقايه الشخصيه اللي المفروض اني ايه اني اتعامل معاها. فنأكد على نقطة الأرقام من 0 ل 4 للتعبير عن درجة الخطورة، بالحروف للتعريف بإيه هي الأدوات الخاصة بالوقاية اللي المفروض يرتديها الشخص حينما يتعامل مع هذه المواد. هذا أمثلة لي الأرقام من 0 ل 4، وهنا حاطين رقم إيه؟ جاء قال لك إيه؟ بس نظارة. ده مجرد إكزامبل إن إيه؟ فقط النظارة. حط نظارة على عينه وخلاص، مش مطلوب منه حاجة تانية. ده جدول كده تفصيلي. لو حابب تعرف الحروف اهي A B C D E F G H I J K X دي X، طبعا دي خلاص مش معروف عنها حاجة. X بيقول لك روح لمديرك أو المشرف بتاعك أو مسؤول السلامة وافهم منه المفروض تعمل إيه في هذه الحالة. ده وصف لكل واحدة زي الهيلث، فيابيليتي، الرياكتيفيتي، امتى تديها رقم 0 2 3 4. بس انا مش عايزك تعرف امتى تديها، انا عايزك تفهم منها لما تلاقي عليها رقم 2 او 3 او 4، انت تفهم ايه؟ انت ايه اللي تفهمه اخصائي سلامة من وجود رقم 2 في المخاطر الصحية؟ ايه تفهمه كاخصائي سلامة من وجود رقم 3 في المخاطر التفاعلية؟ ده شرح هنا لهذه النقاط. اللي يحب ان هو يستزيد منكم يعني، لكن لو مش مختص في مجال السلامه فقط ان هو يعرف كدرجه الخطوره منها وخلاص. اه طبعا، ما هي ماده ممكن يكون ليها اكتر من مخاطر، يكون هنا رقم وهنا رقم وهنا رقم، برقمهم كلهم يعني، حتى ما لهاش مخاطر بكتبها صفر مش هسيبها فاضيه. الفينابيليتي هنا عنده من صفر لاربعه،
صفر، مفيش اصلا هتولع بيها النار، هتجيب عليها النار مش تولع معاك، صفر. رقم ثلاثة درجة اشتعالها عالية بسبب مادة منتهبة، من رقم ثلاثة. طيب هتلاحظوا ان هو بيركز على حاجة اسمها فلاش بوينت، بالعربي نقطة الوميض في مخاطر الحريق، بيركز على نقطة الوميض، ودي يعني خاصية مهمة جدا من خواص المواد، وراح اتكلم عنها بالتفصيل المحاضرة القادمة اللي هي خاصة بالحريق. وهسأل، أتمنى إن قبل المحاضرة هذه يوم الجمعة تكونوا عرفتم يعني إيه نقطة الوميض بالعربي أو الفلاش بوينت بالإنجليزي، تكونوا عرفتوا إيش معناها وإيش دورها فيما يتعلق بالتعرف على خطورة الاشتعال لهذه المادة. نقطة الوميض أو الفلاش بوينت، هذه أساينمنت مطلوب منكم، مهمة يعني مطلوب منكم تعملوها قبل المحاضرة اللي جاية. طيب الـ NFPA قلنا إن هو يشبه إلى حد كبير جدا الـ HMIS اللي تكلمنا عنه فيما يتعلق بالألوان والأرقام، نفس الشيء، ولكن يختلف في اللون الأبيض لأنه هو بيركز على مخاطر خاصة لهذه المادة. ده شكل مثال الـ NFPA label، الشكل ده شكل معين، ده خد رقم أرقام من 0 ل 4، 1 في خطورة، 2 خطورة متوسطة، 3 خطورة عالية. المادة دي مادة إيه؟ اهي نو يوز نو ووتر. ليه؟ لانك لو هتستخدم، لو هتستخدم الماده دي بالقرب من مياه كده انت في محور خطر، ان لو جت عليها شويه ميه هيكون في تفاعل مع الميه. زي ايه؟ دول مثال كده ليها، اللي هيعرف الصوديوم، الصوديوم والفوسفات ما يجيش عليهم ميه. فانت عادي انك ترجع تحتفظ مكتبك بالصوره دي او بالصوره اللي فاتت بتاعت اتش ام اي اس، مش لازم تحفظها، احتفظ بيها في مكتبك كده، علقها عندك في الجدار علشان لما تحب ترجع كمرجع لمعرفه يعني واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه في كل خانه من الخانات الازرق او الاحمر او الاصفر تاخدها كمرجع وترجع لها. النوع الثالث عندي، احنا قلنا في ثلاث انواع، هو الار تي كي اللي هو رايت تو نو. والفرق بين النوع ده والنوعين اللي فاتوا ان ده على عكس ما انا كنت اقول، ان هو بيعتمد على الكتابه غالبا زي ما قلنا، هو معتمد في الامم المتحده للتفاصيل عن هذه المخاطر، وبيكون في كتابه باللغه الانجليزيه ويمكن اضافه لغه اخرى زي اللغه العربيه مع الانجليزيه او اللغه الارديه او الفرنسيه او غيرها من اللغات المختلفه. نشوف شكل مثال الارت كده شكله ازاي. طبعا هو نوع حديث واتحط كده عشان يدي معلومات اكبر، معلومات كافيه عن الخطوره لهذه الماده، وغالبا بيستخدم من قبل المختصين، الناس اللي هي اخصائيين كيميائيين، اخصائيين مستودعات او مسؤولين عن التخزين، بحيث ياخذ معلومات اكثر تفصيلا عن المخاطر المتعلقه بهذه الماده. وهنشوف المثال ل ما هي ايه مثال الار تي كي ليبل. هو الار تي كي اخذ في حجره الان اف بي اي، كان ابن صغير كده وقال له تعالى معايا وركبه جنبه. فهتشوفوا ان الان اف بي اي اللي احنا ذكرناه في الصوره السابقه هو اصبح جزء من الار تي كي. نشوف شكل الار تي كي عامل ازاي. ده الار تي كي اهو شايفينه، كل ده، كل ده اسمه ار تي كي، كل الصوره اللي قدامك دي كلها بالكامل. فهو هنا اخد الان اف بي اهو وحطه مع، حطه كده ايه اتاتشد معاه، خده في حجره وقال لك تعالى اقعد جنبي هنا عشان ايه انا استخدمك للمعرفه المختصره بالمخاطر، وانا كمان هاخد تفاصيل كامله. هنا التفاصيل دي تبدا برموز، الرمز ده اللي انا بشاور عليه معناه ان هذه الماده ماده حارقه، فهو هيستخدم الصور التحذيريه دي اللي انا هتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه وهديكم امثله عليها للافاده المختصره عن خطوره الماده، ويكتب اسم الماده هنا. الماده دي اسمها ايه يا جماعه؟ حد عارفها؟ حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك. طب ايه اللي تحت حمض الهيدروكلوريك ده؟ ايه السطر اللي تحته ده؟ ده المصنع اللي صنع الماده دي، اسم الجهه المصنعه التي اخرجت هذه الماده بياناتها. طب وايه الكلام المكتوب ده؟
دي فقرة اللي مشروع عليها، فقرة مختصرة يحكي فيها عن مخاطر هذه المادة، يوصفها، هي عبارة عن ايه اصلا. فقرة مكتوبة، فقرة مكتوبة، وده الـ NFPA label اللي احنا اتكلمنا عنه وشرحناه. بعد كده تحت لو تلاحظ عامل صور اعضاء بشرية، دي صور اعضاء بشرية. ليه حط الصور دي؟ وضع صور الاعضاء البشرية للتركيز ان هذه الاعضاء هي المتأثرة، هذه الاعضاء هي المتأثرة من جسم الانسان، هي المتأثرة بهذه المادة، بحيث ان انت تبعد الاعضاء دي عن التعامل مع هذه المادة. الأسنان، المعدة، الرئتين، الجلد، العيون، ده الجزء ده. الجزء اللي بعد كده هنا حط فيه بالصور مش بالحروف زي الـ HMIS، حط هنا بالصور الصريحة، الصور الصريحة انت المفروض تلبس ايه. اخر جزء بعد كده اتكلم فيها الـ Emergency Procedures، يعني اجراءات الطوارئ، اجراءات الطوارئ، اجراءات الطوارئ في اي حالة، اجراءات الطوارئ عند الاصابه بهذه الماده، ايش الاسعافات الاوليه المفروض تتم. فقره كده عن الاسعافات الاوليه الواجبه. بعد كده اتكلم على على التعامل معها لو حصل حريق. طبعا اجراءات طوارئ، لو صار حريق في هذه الماده كيف يتم اطفائها والتعامل معها. طيب اخر شيء الثالث، لو صار في تسرب او انسكاب او تسرب، تسربت الماده جت على الارض، كيف يتم تنظيفها؟ هل ارش عليها ميه وانظفها، ولا انظفها بايه بالظبط؟ انظفها بملح ليمون، ولا انظفها بايه؟ فهنا بيشرح تفاصيل التخلص من المواد المنسكبه والمتسربه. ده الشكل اللي انتم شفتوه ده اسمه RTK، وغالبا هذا الشكل المستخدم في الموانئ وشركات الشحن والتفريغ والنقل من دوله الى دوله. دي صور تحذيرية، تعتبر ملصقات تحذير برضو اللي كانت هنا موجودة اهي، اهي شفتها مشتركة. هنا في صور تانية منها لها دلالات تانية بالصورة بالإشارة ان هذه مادة مثلا مادة مشتعلة او مادة حارقة، مادة غير مستقرة او مادة منفجرة، مادة مؤكسدة. الدايرة دي يعني هي بتساعد على الاشتعال، مادة مؤكسدة، مادة سامة، الهيكل العظمي ده او الجمجمة دي مادة سامة، مادة مشعة، طلع إشعاع زي شو اللي شاف فيلم او مسلسل بتاع تشيرنوبل، كان دايما بتيجي الصوره دي كده موجوده زي تشيرنوبل. فدي ماده اللي هي المشعه، هذه الماده معناها دي معناها ماده مسرطنه، معناها خطر بيولوجي. هذه زي المواد اللي هي المخلفات الطبيه الناتجه عن المستشفيات والمستوصفات ومعامل التحاليل، احط على الكونتينر بتاعها. ودايما يا جماعه الكونتينر ده هيكون باللون الاصفر، الكونتينر هيكون باللون الاصفر. اوكي، ماده مسرطنه، كانسر، كانسر هزر، هذه معناها ان هذه الماده لا يرص عليها اي حاجه اخرى، لو وجدت على الارض هيكون في مصيبه فيها. هذه الماده ملوثه للبيئه البحريه والبريه، يعني معناها ايه؟ ما تتخلصش منها كبقايا او كمواد غير محتاجينها، ما ترميهاش في البحر، ما ترميهاش في البر، تقول يا عم ارميها في المحيط وخلاص، لا. طب ما ارميها في البر كده، حد قاعد في الصحراء دي ما حدش خلاص ارميها، لا ممنوع. تمثل خطر على البيئه الفطريه او البيئه البريه البحريه. طيب دي كانت يا جماعه ملصقات التحذير. بعد كده عندي حاجه اسمها الام اس دي اس، زي ما قلنا ان الان في بعضهم يختصرها بسيفتي داتا شيت او اس دي اس، ودي بتوضح كل المعلومات المطلوبه والخاصه بالماده، وحديثا بتتكون من 16 جزء 16 بارت، 16 جزء او 16 بارت. ال 16 جزء دول يمثلوا معاك كل ما تحتاج معرفته عن مخاطر هذه الماده. وهي عكس الملصقات، الملصقات كانت عباره عن صور، حتى الارتكي كانت صور كتيرة بالإضافة للمواد المكتوبة، لكن الـ MSS عبارة عن شرح وليست مجرد صور، شرح كامل لـ 16 نقطة. هنشرح الـ 16 نقطة دول بالتفصيل كده. وطبعا مين المسؤول عن توريد الـ MSS دي؟ المورد بتاع المواد الكيميائية، المورد المسؤول عن التوريد هو ذاته أو ذاته المسؤول عن امدادنا بالام اس اس هذه المواد، فانت لازم تحتفظ بها في سجل
خاص اسمه سجل الماتيريال سيفتي داتا شيت. هذا السجل يتم الاحتفاظ به لاتاحته للاستفاده منه من اي حد من العاملين اللي هيتعاملوا معاك مع هذه المواد علشان يتعرف على المخاطر بداخل هذه المواد. فاي مواد كيميائيه مخزنه في مستودع يجب ان يوجد لدى امين المستودع نسخه من الـ MSGS لجميع هذه المواد، بالاضافه لنسخه عندك انت كسيفتي، نسخه مع اي جهه معنيه او اي حد بيتعامل مع هذه المواد وعايز يفهم ايش خطورتها ياخد نسخه من الـ MSGS، هي ملف عام مشاع. حتى انت لو انت عايز تعرفه مش عندك تدخل على جوجل تكتب كده Material Safety Data Sheet for X، اي حاجه عندك من المواد تكتب فور كذا تقدر تحملها بالكامل، وان كان الافضل هي تكون بشكل رسمي معتمده من قبل الجهه المصنعه ومورده مع المواد. هنتكلم على 16 بند اللي هم محتويات ال SDS او الثلاث بنود. البند الاول، البند الاول فيه اسم الماده، عنوان ورقم تليفون الشركه المصنعه او الموزع المحلي للماده، والاشخاص اللي بيتم الاتصال بيهم اثناء الطوارئ المتعلقه بانسكاب الماده، حريق، مش عارف تسبب الماده دي في تبخرها فادى الى يعني استنشاقها زي ما حصل في ميناء العقبه لما طلع غاز الكلور. البند الثاني رقم 2 هيتكلم فيه عن المكونات الكونتنت بتاع الماده دي، ماده الخطر دي فيها ايه، التركيز الامن اللي يسمح ويمكن بالتعرض دي لمده 8 ساعات. يقول ليه 8 ساعات بالتحديد؟ اشمعنى 8 ساعات مش 6 ولا 10 ولا كده؟ لان عدد ساعات العمل المعتمده من الاوشا في امريكا او في الاي ال او اللي هي منظمه العمل الدوليه 8 ساعات بالظبط، لا تزيد ولا تقل، ده المدى المسموح فيه، او هي طبعا تقل عادي يعني بس لا تزيد عن 8 ساعات، اوكي؟ فبيسموا ده البي اي ال، بالاضافه للجرعه المقرره اللي احنا اتكلمنا عنها في محاضره الصحة المهنية اللي هي تي ال في. رقم ثلاثة هيتكلم عن المخاطر الصحية اللي هي كانت موجودة باللون الأزرق، ولكن هنا مش هيكون على شكل مجرد درجة خطورة برقم، لا هيبقى يشرح فيها شرح كده فقرة عن المخاطر الصحية اللي هتسببها المادة وإيش الأعضاء البشرية اللي ممكن تتأثر بهذه المادة وطريقة دخولها، هل الجلد ولا الاستنشاق ولا البلع ولا غيرها من طرق الدخول للجسم. رقم أربعة الاسعافات الاوليه حينما يتم اصابه احد العمال من هذه الماده، ايش الاسعافات الاوليه؟ خمسه الكيفيه بتاعه الاشتعال بتاعتها، هتشتعل ازاي؟ وايش نوع الاطفاء؟ هنتكلم في المحاضره القادمه عن انواع مواد الاطفاء. ايش انسب طريقه الاطفاء وانسب ماده الاطفاء؟ هل ميه؟ هل بودره؟ هل غاز؟ هل كذا فوم؟ رقم ستة بتتكلم عن الحوادث والإصابات اللي ممكن تحصل في حالة التسرب وإزاي تمنعها، زي التسرب او التبخر حتى على شكل ابخره زي ما حصل في غاز الكلور في ميناء العقبه. رقم سبعه عن كيف يمكن تخزينها والتعامل معها بشكل امن، وده هيشمل معاك درجه حراره المكان اللي يتم تخزين فيه هذه المواد، الضغط الجوي، اي من عوامل التخزين المختلفه لهذه الماده. رقم ثمانيه عندك ايه هي انواع مهمات الوقايه الشخصيه مطلوب استخدامها، هتكلم فيها عن البي بي اي، يقول لك ارتداء خوذه، خوذه السلامه، ارتداء حذاء السلامه، كذا من مهمات الوقايه الشخصيه المطلوبه. رقم تسعه الخواص الكيميائيه والفيزيائيه للماده زي اللون والرائحه والحاله الموجوده فيها، هل هي غازيه ولا سائله ولا بخاريه ولا وريفر من الصلبه ولا كده، قابليه الذوبان في الماء، هل تدوب في الميه ولا عكس الزيت، الزيت ما تدوبش في الميه، زيت يطفو على الميه. الضغط البخاري ليها، درجه الغليان، درجه التجمد، الكثافه، كل ده بيكون موجود معاك في رقم تسعه. رقم 10 بيتكلم عن خطوره الماده عند تفاعلها مع مواد اخرى ودرجه ثبات الماده. التفاعليه هي باللون الاصفر بس مش درجه، لا شرح هنا عن تفاعلها وايش المواد غير متوافقه معها. المواد اللي انت دخلتها معاها تحصل كارثه. اثنين ما بيحبوش بعض، ما تقعدهمش مع بعض علشان ما يعملوش مشكله ويجروشونا كلنا. 11 و12 و13 و14 بتركز على السميه، هل هذه الماده سامه ولاي درجه سامه، وايش الفحوصات اللي قالت عن درجه سميه هذه الماده. 12 تاثيرها على البيئه زي الرمز اللي احنا جبناه قبل شويه في الحياه الفطريه وغيرها، ولو اتدفنت راحت مدفن ممكن تظل كام سنه محتفظه بالخطوره بتاعتها بعد الدفن.
انت عارف ان بيتم التخلص من المواد بدفنها في اعماق معينه. طب هتموت كده لمده قد ايه كده وهي فيها خطوره، ولا بعد عدد معين من السنوات تذهب عنها هذه الخطوره؟ رقم 13، طب اصلا المفروض ان انا اتخلص من هذه الماده او اعملها ريسايكل او لا او لا ازاي؟ ده موجود في رقم 13 على الطرق الامنه للتخلص منها. 14، الاحتياطات البروسيجرز الامرجنسي البريكوشنز اللي المفروض اتخذها عند نقل هذه الماده بوسائل نقل مختلفه. عشان كده تلاقوا بعض المواد بتتنقل في سيارات خاصه وبتمشي وراها عربيه تانية عشان تامنها لانها تمشي بسرعه بطيئه جدا. مثل هذه المواد تعرف ان هي موصى بعدم زياده سرعه السياره اللي بتنقل المواد عن 40 كيلو في الساعه. تخيل يعني طول الطريق ده كله، قد تكون الطرق بمئات الكيلومترات ولكن لا يمكن ان تزيد السرعه عن كم؟ عن 40 كيلو متر في الساعه. في مواد ممنوع نقلها بالطيران نهائيا لان الطيران بيؤدي الى انخفاض الضغط ممكن يؤدي الى انفجار بعض المواد، فهي لا يمنع نقلها بالطيران بشكل كامل. هذا كله موجود في رقم 14. باقي لك بس يا دوب رقم 15، وده هيتكلم عن تصنيف درجه الخطوره لهذه الماده حسب متطلبات ومواصفات اللي هي ايه، اداره حمايه البيئه الامريكيه، هي المرجع بتاعهم فيما يتعلق بحمايه البيئه، ايش اللي كان مكتوب عنها كسلامه بيئيه لهذه الماده. 16، هي ملاحظات اخرى، اي حاجه حابب تضيفها كجهه مصنعه او كشركه مصنعه حابين يضيفوها عن هذه الماده اكتبوها في رقم 16. عشان اكمل البرنامج وانجح في تطبيقه لازم اركز على التدريب، اني ادرب العمال على اللي احنا قلناه كله بالكامل. العمال مهما كانوا عمال يعني نقل رفع نظافه مش عارف ايه، لازم يتم تدريبهم، ان التدريب ليس مكافاه والتدريب ليس انتقائي. ايش جنسيتهم ايش طبيعه عملهم ما تفرق، لازم يتم تدريبهم على معرفه وقراءه نشاط السلامه الام اس اس والموثقات التحذيريه المختلفه المتعلقه بطبيعه عملها. المقاولين في الموقع، المقاولين يكونوا متواجدين بصفه مؤقته وليس صفه دائمه، لذا حتى وان كانت هذه الصفه مؤقته يجب عمل برنامج تعريفي خاص لهم. واللي زار ارامكو منكم سابقا اي غرض من الاغراض، طالما دخل ارامكو عارف ان قبل ما يدخل ارامكو لازم اجبارا ياخذ ساعه تدريبيه مسجله، طبعا تدريب مسجل على بروجيكتور على شاشه، يحضروا اجبار لمده ساعه متعلق باجراءات السلامه في المكان اللي هيكون موجود فيه. التدريب مهم، برنامج التدريبي للتعرف على المواد الكيميائيه الخطره يجب ان يشمل التعريف في المواد الخطره اللي موجوده عندي في الموقع، ايش ايش المواد اللي ممكن انا اتعامل معها واقابلها في الموقع اللي انا شغال فيه، وشرح مخاطرها وفهم المعلومات الخاصه فيها ومسقط التحذير وفهم واستخراج المعلومات المطلوبه من الام اس دي اس، ويعني ايه مهمات وقايه شخصيه بي بي اي، ايش يعني بي بي اي، وازاي البس البي بي اي، ليها طرق معينه في اللبس، ازاي اديها ازاي اتعامل معها. وهذه كانت هي المحاضره الخاصه بالكيميكال سيفتي اويرنس او التعرف على المواد الكيميائيه الخطر. وقت الاسئله، تايم فور كويشنز، اي حد معاه سؤال يتفضل يرفع يده ونعطيه المجال الاجابه للسؤال، يعطينا هو المجال الاجابه. اي سؤال يرفع بس يدخل على اللي هي فين راحت، كان في حاجه اسمها رياكشنز تقريبا او كده، ويضغط رفع يد، تلاقي الرياكشنز بتاعت الرموز التعبيريه دي فيها خيار رفع اليد. طيب في عندي عاطف اوكي، بفتح مايك لعاطف ثانية واحدة. ماشي تفضل يا عاطف. السلام عليكم، مساء الخير يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس هو في نقطة واحدة أنا كنت عاوز أضيفها، إن في بعض المواد، معلش بس عفوا ما سمعتش تاني كده. هو بس في نقطة كنت عاوز أضيفها، إن في بعض الحالات ما بيكونش الـ MSDS لوحده كافي. في بعض المواد مثلا بتكون استخدمت والام اس دي اس بيقول ان هي ماده مش خطره، في حين ان بعد الاستخدام بتكون تشبعت بمواد سامه زي بعض المواد اللي بيستخدموها في الفلاتر لامتصاص الرطوبه او كده.
فبالتالي بعد استخدامها على الرغم من ان الام اس بي اس بيقول ان هي لان ده ماتيريال، لكن هي في الاصل لما تشبعت بالمواد اللي استخدمت من اجلها، فبالتالي قبل تخزينها لازم يتم عمل اناليسي افتر يوز اناليسي بعد ما استخدمت وهي ماده خام، لان الام اس بي اس فيها حاله وهي ماده خام، لكن بعد ما استخدمت تغيرت خصائصها، فبالتالي لازم يتعمل لها افتر يوز اناليسي قبل ما يتم تخزينها او التخلص منها في المواقع النهائيه. تمام. يعني تقصد ان this more improved document يعني هي وثيقه اضافيه اللي هي الافتر يوز، اي دراسه تاثير التاثير اللي طرأ على هذه الماده. يعني الماده هي في حالتها العاديه ك يعني ك كستاندرد اوكي اتس اوكي اتس سيف تمام، لكن لما هذه الماده بتختلط بمواد اخرى في تاثير لهذه المواد، فبالتالي انت تشوف ان لا ان ده هيؤثر عليها، فبالتالي يجب ان يراعى ذلك، ممكن يؤدي الى استبعاد الماده او الى التخلص منها بشكل معين في الريسايكل فيما الى ذلك، فيتم التنبيه على ده. شكرا كفندم على المداخله، شكرا جزيلا. معانا مين تاني من الزملاء؟ اوكي تمام كده اعتقد كده اوكي احنا كده ايه خلصنا فقره الاسئله. ان شاء الله التاكيد المحاضره القادمه هتكون يوم الجمعه ان شاء الله، هتكون عن الفاير بروتكشن كختام للدوره، وهيكون يوم الاحد القادم في اختبار عن طريق جوجل فورم، اختبار كلوز بوك يعني. ف اوكي ان انت تحاول يعني تجمع كده، ممكن يعني هيكون في سماح بالاستخدام للمواصفه نفسها، مواصفه الاوشن، اللي انت مش لازم تحفظ مواصفه الاوشن، تكون اوير بيها. بس انت لو مش اوير بيها الوقت لن يكفي معاك للاجابه. اوكي الرابط نفسه احنا ارسلنا رابط الدوره ورابط الحضور للمحاضره، بنفس الطريقه راح نرسل رابط الاختبار. ان شاء الله في ختام المحاضرات اللي هي محاضره بكره، بس انا كنت لازم اعرف احنا هنشتغل ايه عشان اديك بي دي اف، لان اديك بي دي اف مثلا، فانا عايز اديك بي دي اف اللي هو انا هجيب لك منه الاختبار ماشي، فكنت لازم اعرف بس انا هشتغل الكم اللي انا هشتغله معاك علشان اعرف اديلك عليه بي دي اف. بس ان شاء الله المحاضره القادمه هعطيكم بي دي اف اللي هو يكون تحديدا المواضيع اللي احنا ناقشناها بالضبط يعني. اتفضل يا باشمهندس احمد، مشكور نحط رابط الغياب. في نفس موعد المحاضرة يوم الأحد هيكون في نفس موعد المحاضرة حسب توقيت كل دولة، هيكون هو موعد الاختبار إن شاء الله نفس موعد المحاضرات. أنا كان ممكن أخليه التلات، لكن أنا حبيت أقدمه شوية، لو أنتوا عايزين التلات موعد المحاضرة اتس أوكي مفيش مشكلة أنا موافق تمام، بس أنا قلت أقدم الموعد إلى حد ما بحيث إني يعني الاسايمنت انا هسالك فيه شفويا المره الجايه ان شاء الله بشكل شفوي. اوكي؟ بحيث ان تاخذوا الشهادات بدريه عبال ما الاداره تخلص تجهيز الشهادات وكده. خلاص اتس اوكي خليه في نفس موعد المحاضره. حتى يفضل مهندس احمد يعني مشكورا تكتبه كتابيا عشان يكون برضه واضح مع الناس اللي مش سامعاني او اللي ما حضرتش النهارده. يعلم بشكل رسمي بان يوم الثلاثاء نفس موعد المحاضره. في اختبار ان شاء الله، ونهاية محاضرات الشرح هيكون يوم يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، اشكركم على الحضور، ونراكم بإذن الله في المحاضرات القادمة ان شاء الله، في امان الله.